تابعتنا قبل الفاصل واحنا بنتكلم على نظره اتحاد الكوره، مش هذا الاتحاد، كل الاتحادات ده واللي قبل منه واللي قبل منه، للانديه المصريه في مشاركاتها الخارجيه. يعني انت مش بس بتساعدها، لا ده انت بتضغطها قوي. هي نظره فيها نوع من عدم فهم وعدم استيعاب فكره التمثيل القومي او التمثيل الوطني. ودي خطر جدا. لانه انت الاهلي او الزمالك او بيراميدز هو بيمثل مصر، ما بيمثلش نفسه. ومش داخل منافسه محليه. الكاس لما بيفوز بيه اي نادي مصري بيرفع علم مصر. واحنا دايما بنبقى سعداء. لو الزمالك فاز احنا كاهلاويه بنبقى سعداء. بيراميدز هكذا. السنه اللي فاتت زعلنا جدا ان بيراميدز ضاع منه الكاس في اخر مباراه. فالقصه، والسنه دي كنا نفسنا يتكرر نهائي مصر تاني بين الاهلي والزمالك، لكن ما حصلش. ففكره انك انت يبقى عندك فريق بيمثلك وطنيا وبيمثلك قوميا بره، انت نفترض انك انت بتؤهله وبتهيئ له المناخ المناسب انه يقدر يؤدي بشكل جيد وبشكل يليق ويشرف الكره المصريه. انا متابع مع حضرتك ومتابع قبلها كمان فكره ضغط الجدول والمؤجلات بتاعه النادي الاهلي. اولا لازم نعرف حاجه، ان المؤجلات ديت مش مؤجلات الاهلي اختارها انه يؤجلها، اجلوا لي دي اجلوا لي دي بالزبط. هي مؤجلات جت نتيجه ظرف ضاغط على الاهلي. نتيجه مشاركته ما كنتش في فسحه وقلت لك اجل لي. يعني تطابق تواريخ المشاركات الافريقيه مع المحليه. تمام. وبالتالي لازم ابقى انا مراعي ده، خاصه انا داخل على مرحله صعبه وانا بقرب من نهائي البطوله، وبالتالي انا لازم ادعم الفرق ديت. الحاجه الثانيه كمان، بس ما تخلينا نقطه نقطه كده، انا حماسي للغائب. اتفضل. وهكلمك بمنطقه. حتتين، مساله الانديه المشاركه هي بتمثل مصر. هيقول لك لا، ما هو انت، ما هو انت لما تيجي تحب اجي لك تقول لي انا بمثل مصر ومش عارف ايه والناس تقول لك لا انت بتمثل نفسك، لكن في الاخر بيتشاور ان ده فريق مصري. لا، حاجه تروح اي حته فريق مصري كسب كذا. الحاجه الثانيه يا استاذ عادل، ودي نقطه مهمه جدا، احنا مش عايزين نغفل امكانياتنا البدنيه كلاعيبه مصريين. احنا ما عندناش القدره اللي تخلينا نلعب ثلاث مرات. مش مؤسسين لكده. ولازم ابقى انا واخد بالي من دي، ما ابقى تغفلش عنها وما ادعيش ان انا بعمل نوع من ان انا الموضوعيه وان انا فير. لا، لازم تراعي ظروف اللاعب بتاعك. انا شايف، انا بتابع مباريات الاهلي. لا، شايف مثلا الدينامو بتاع الاهلي في وسط الملعب مجدي قفشه، لا في حاله بدنيه بيتعب ومرهق، واضح الارهاق على عدد كبير جدا. طالب منه كل حاجه، يصنع لعب ويهاجم ويضغط ويقطع ويرجع ويدافع. فانت يعني صحيح موسيماني بيعمل نوع من الروتيشن شويه ما بين اللاعبين، ده ساعات غصب عنه تمام. او غالبا في النهايه انا شايف الفريق في الشوط الثاني بيحصل نوع من التعب. طيب انا برضه عشان امثل الغائب، ما هو هيجي يقول لك ما هو انا باجل لان انا قلت لك ان الدوري هيبقى مضغوط بدل ما انت عايز تشارك افريقيا، رغم انك انت عملت كاتحاد يعني حاجه كويسه، قلت اللي هيشارك في البطولات العربيه فلان وفلان ومعاييرهم كذا، واللي هيشارك في البطولات الافريقيه فلان وفلان، وممنوع ان حد يشارك في الاثنين، كل ده عشان تريح الدنيا. طيب هو معنى انك انت قلت لي، انك تستخدم انك انت قلت لي في انك تسحقني؟ لا، كمان حاجه تانية، انا ما بقولش انك انت غلط، ما بقولش انك انت متعنت، انا بقول راعي ظرفي. تعالى شوف كده، انت ما بقولكش راعي الاهلي، انا بقول تعالى انت هات ناس فنيين. انا بقول اهو، هات ناس فنيين قول لهم اللاعب يحتاج كام يوم راحه ما بين المباراتين عشان اديه للاهلي. يعني الاهلي مسافر وبعدين راجع، الاهلي هيلعب وبعدين مسافر بعدها بخمس ايام عشان يلعب، ده مش هيفك الشغل. هل ده يا اخوانا يا فنيين يلي ليكوا علاقه باللياقه البدنيه وبالطب الرياضي، اللاعب يقدر يلعب مباراه في النص؟ لو قالوا لك يلعب العب، لكن مش هيحصل ابدا. ده انا بقول لحضرتك ليفربول نفسه يورجن كلوب لما بيسالوه قال لهم محمد صلاح مرهق، محمد صلاح اللي متاسس اللي يعني قوته البدنيه كلها نشهد بيها، بيقولوا بيسالوه عن ليه، قال لهم مرهق من ضغط المباراه ومحتاج يريح. على الرغم ان المسابقات الاوروبيه دي فركه كعب زي ما بيقولوا بالظبط، ما فيش لا سفر ولا في ارهاق طيران ولا في مشاكل من اللي احنا بنواجهها، لكن المشكله الحقيقيه ان احنا بناخد قرارات غير مدروسه. ان انا قعدت على المكتب، ودي مش في اتحاد الكره بس، في مناطق كتيره جدا بتبقى قاعد على المكتب بتاخد قرار بمنطق الفرديه. يا اخوانا لا، رئيس الدوله بيبحث عن المؤسسيه، المؤسسيه في كل شيء.
فلازم كمان اذا كنا عايزين رياضه تليق وتنافس عالميا وبنتكلم على الرياضه المصريه تبقى عالميه لازم تبقى مؤسسيه. مؤسسيه بمعنى ايه؟ ان القرار ما يبقاش رئيس اتحاد الكره المعين مع الاثنين اللي قاعدين جنبه ياخد يقول لك اعمل لي الجدول وماشي. لا، كل قرار ليه اساليب علميه، ليه معايير علميه، لضوابط تتعامل. والله انت اشرت نقطه ما حدش اتكلم فيها قبل كده، لو هو بيضع الجدول كان جاب ناس تربويين بالظبط وناس فنيين من الناحيه البدنيه والنفسيه يقول لهم هو الجدول ده شكله كده يمكن تنفيذه ولا هيبقى بالظبط غير ادمي، اللي يقولوا لك عليه كنت تنفذه. الجدول محتاج يتعرض على جماعه حقوق الانسان على اطباء نفسيين بالظبط في مرحله ما ممكن تقول مرحله ده اللي اتعرض على جماعه الانسان. بص انا ببقى قاعد بتفرج على طبعا نفسي الاهلي يلعب كل يوم عشان اتفرج، بس في حاله ارهاق يا اخوانا موجوده. وبعدين اللاعب ده ما هو مش بس هاثر عليه وبيلعب افريقيا، لا اللاعب ده هخلص عليه بدري. اللعيبه المصريين هيخلصوا بدري طبعاً. وحسام البدري هيجي يختار منتخبه مش هيلاقي بالظبط، فهتبقى عندك مشكله حقيقيه. انت عجبتني الكلمه حضرتك قلتها على لسان اليورجن ان اللاعب مش مكن. لا اللاعب مش مكن، بشد السير بشغله او بدوس على الزرار بشغله.